السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس نتابع معا ما تناولناه في الحصة السابقة من قواعد اللغة، وهو درس المفعول به. كنا تناولنا في الدرس السابق معلومات عن المفعول به. من يذكرنا بما مر معنا في الدرس السابق بشكل مختصر؟ تعريف المفعول به: اسم منصوب يدل على من أو ما وقع عليه فعل الفاعل. نعم، إذن مر معنا في الدرس السابق أن المفعول به هو اسم منصوب يدلنا على من أو ما وقع عليه فعل الفاعل، وتحدثنا عن علامات نصب المفعول به، فقلنا أن المفعول به ينصب بالفتحة إذا كان اسما مفردا أو جمع تكسير، وينصب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، وينصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. وقلنا أيضا أن المفعول به يأتي اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو منفصلا أو جملة فعلية أو اسمية، وقد يأتي أيضا مصدرا مؤولا. وصلنا الآن إلى الفقرة جيم، وهي التي سنتعرف فيها عن متى يكون مفعول به معربا ومتى يكون مبنيا. في المثال الأول: رأيت زورقا، إنها تلزمني في تلك الرحلة، تذكرت ما تعلمته في المدرسة، رأيت ذلك المشهد الرائع، ماذا رأيت؟ في المثال الأول أين المفعول به وما هو نوعه؟ زورقا نوعه اسم ظاهر. نعم، المفعول به زورقا نوعه اسم ظاهر. ما هي علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة. هنا هل المفعول به هنا جاء معربا أم مبنيا؟ وفي البداية لابد أن نفرق بين الإعراب والبناء. فالإعراب هو لزوم هو ظهور حركة الإعراب على آخر الكلمة بتغير موقعها في الجملة. فإذا كانت الكلمة مفعولا به تأتي علامة نصبها الفتحة، إذا كانت فاعلة ترفع بالضمة، وهكذا. أما البناء فهو لزوم معرب هنا. نعم، أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لا تتغير بحسب مكانها من الإعراب. إذن في المثال الأول المفعول به زورقا هو اسم ظاهر وهنا معرب، وعلامة إعرابه هي الفتحة. في المثال الثاني: أين المفعول به وما هو نوعه؟ تلزمني يا نوعه. نعم، ضمير متصل. هل هو معرب أم مبني هنا؟ مبني. إذا الضمائر تلزمها حركة واحدة ولا تتغير بتغير محلها من الإعراب، لذلك نقول تلزمني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في المثال الثالث: تذكرت ما تعلمته في المدرسة، أين المفعول به وما هو نوعه يا ربا؟ أنسى اسم موصول. أحسنت، إذا المفعول به هو ما نوعه اسم موصول وهو هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به. رأيت ذلك المشهد، تفضل يا حسن، أين المفعول به وما هو نوعه؟ تفضل يا زهراء. أنسى ذلك اسم الإشارة. ذلك ذا. نعم، ونوعه عفوا مبني. وهو مبني، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، واللام للبعد والكاف للخطاب. في المثال الأخير: ماذا رأيت؟ هنا نوعه اسم استفهام وهو مبني على السكون أيضا في محل نصب مفعول به. إذا المفعول به قد يأتي معربا أي تظهر عليه علامة الإعراب، وقد يأتي مبنيا سواء كان ضمير متصل أو اسم موصول أو اسم إشارة أو اسم استفهام. ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه قد يأتي المفعول به اسما معربا وقد يأتي مبنيا في محل نصب إذا كان أولا ضميرا سواء كان ضمير متصل أم منفصل. وهنا نتذكر أن الضمائر التي تأتي في محل نصب هي كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم وناء الدالة على جماعة المتكلمين. أيضا إذا كان اسم موصول أو اسم إشارة أو اسم استفهام. إذن في هذه الحالات الأربعة يكون المفعول به مبنيا. من يذكرنا ما هو البناء أو ما هو معنى كلمة مبني؟ نعم يا يمنى. أنت ما بتظهر الحركة على الآخر. هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لا تتغير بتغيرها مع مكانها من الإعراب. مثلا ذلك، هل تتغير علامة حركتها مهما كان محلها من الإعراب؟ أو كلمة الذي أو الضمائر الكاف الهاء نادى على جماعة المتكلمين سواء كانت في موقع الفاعل مثلا أو المفعول به أو الاسم المجرور أو المضاف إليه، نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل كذا. إذن هو لزوم
واحدة لا تتغير بتغير محلها من الإعراب. الآن نريد أن نتعرف من خلال هذا التدريب أكثر على المفعول به ونوعه. يقول الشاعر: إن ترد حسنا فخذه واطرح ما ليس حسنا. أين المفعول به في هذا المثال؟ نعم يا إسراء. حسنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنتي، ممتاز. إذن حسنا هو مفعول به، نوعه اسم ظاهر وهو معرب. إذن حسنا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أيضا هل هناك لدينا مفعول به آخر يا ربا؟ أن سيخذه، الهاء ضمير متصل. نعم. في محل نصب مفعول به. أحسنتي، الهاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. واطرح ما ليس حسنا، أين المفعول به في هذا الشطر؟ نعم يا ريم. اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. ممتاز، بارك الله بك. اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أيضا يقول الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أين المفعول به في البيت الأول؟ المفعول به الأول في الشطر الثاني هو كلمة ذا، نوعه اسم إشارة وإعرابه اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في البيت الثاني يقول الشاعر: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نعم يا ريم. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء. على ما قبل الياء المتكلم هون بسبب اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إذن نوعه هنا اسم ظاهر وهو معرب. أمية: ولكن حب من سكن الديارة، أين المفعول به؟ ديارة أنسي. الديارة مفعول به بالفتحة الظاهرة على أخره، هو الألف حرف إطلاق الشعر. نعم أحسنتي، الديارة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة والألف للإطلاق الشعري. في البيت المثال الثالث يقول الشاعر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. لدينا في المثال الأول مفعول به ونوعه مبني، أين هو؟ يمنى. ماذا؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أحسنتي، بارك الله بك. أما في البيت الثاني لدينا مفعول به ونوعه اسم ظاهر معرب، أين هو يا إسراء؟ كاسبهم مفعول به منصوب على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. أحسنت، إذن في البيت الأول المفعول به هو كلمة ماذا، نوعه اسم استفهام، وفي البيت الثاني المفعول به هو كلمة كاسبهم، نوعه اسم ظاهر وهو معرب، علامة إعرابه ظاهرة. لحد الآن هل يوجد أي سؤال؟